الصراحة، خاصة أننا البارح لعبنا مقابلة كانت صعيبة ضد واحد الفريق اللي كنعرفوا حنا جميعا عنده واحد المشاكل، ولكن داك المشاكل كيف ما شفتوا البارح أنا ما أثرتش عليه في الملعب. مقابلة كانت صعيبة، حنا درنا اللي علينا ما كتبش الله، وكيف ما قلتي بأن بالنسبة لينا حنا المقابلة تلعبوا ماتش وتريحوا سيمانة جوج سيمانات، داك الشيء أثر علينا، خاصة أننا حنا كنا تنخدموا مزيان في لي زونطريمون وداك الشيء، داك الشيء تيكون صعيب شوية خاصة ملي تتجلس واحد المدة وتتلعب عاوتاني تلعب مقابلة وتجلس مدة واحدة أخرى وتلعب مقابلة، داك الشيء تيكون عنده واحد التأثير سلبي على اللاعب. والحمد لله جيت في سنة 2014، دابا سنة 2023، الحمد لله 9 سنين وأنا في هذا الفريق. الصراحة ما شفت منهم من الخير، ما شفت منهم حتى شي حاجة خايبة، تنتمنى إن شاء الله أنني نسالي لاكارير ديالي إن شاء الله مع هذا الفريق هذا إن شاء الله. الصراحة كيف ما تعرف جميعا أنني أصلا أنا ولد رباط وبنينة قديمة، بديت في اتحاد توارقة من المينيم كادي جنيور اسبوار، تلعبت عامين في السنيور، انتقلت فريق الجيش الملكي 4 سنوات، جاوني واحد العروض اللي في مغرب فاسي مغرب تطواني ما طولوش بزاف الحمد لله، ولكن باش رجعت لمدينه الرباط رجعت فريق الفتح لقيت الراحه ديالي، خاصه انا قرب العائله ديالي اصدقاء ديالي، راك عارف بنادم باش يكون قرب لونتوراج ديالو تيكون زوين راه هو تيكون مزيان في الحياه ديال الكرويه ولا الرياضيه. والصراحه هي شوف هاد المدربين، انا بديت اتاكو لعبت اتاكو في اتحاد توارقه لعبت اتاكو، مشيت للجيش لعبت اتاكو، وكاين واحد المفارقه أن مدرب مديح الله يرحمه المقابلة الأولى ديالي كان لعبني أريال دروا مع الجيش الملكي، كنا لعبنا 3-5-2 لعبت في الأريال دروا وأديت مقابلة كبيرة ومزيانة، ولكن من بعد عاوتاني وليت نلعب أتاكو حتى دازت مشيت ليفار أتاكو، مشيت للمغرب فاسي لعبت في الأتاك، المغرب تطوان لعبت في الأتاك، حتى واحد ثلاثة المقابلات الآخرين مع السي عزيز العامري حتى هو كان لعبني أريال دروا ودرت مردود مزيان، هي فين كان شافني السي وليد الركراكي، وكنت جيت للفتح باش جيت للفتح ريحت معاه ويقول لي غادي تلعب اريال دروا، قلت له اللعب ماشي مشكل. صافي من بعد دوزت واحد 3 سنوات اريال دروا، واحد مقابله تنتذكر انني رجعت لعبت في اللاكس مع كنا لعبنا كاس العرش مع الراك، صافي من تما بدات الانطلاقه ديالي في اللاكس. والصراحه راه الخدمه ديالهم راه هي تتهضر عليهم، راه وصلوا للدومي فينال ديال كاس العالم في قطر، راه غاديين مزيان في كاع المقابلات اللي تيدوزوهم مزيانين، وان شاء الله مازال غادي يقولوا الكلمه ديالهم، تتمنى لهم ان شاء الله انهم يدوا كاس افريقيا ان شاء الله اللي جايه ان شاء الله. والصراحه رشيد انسان متواضع، انسان الله يعمرها دار، صراحه ما شفنا منه الخير، ود الحي ديالي كبرنا معاه، الاضافه ديالو هي غادي تكون مع اللاعبين اكثر، تنظن ان مع اللاعبين حيت هو تيكون قريب اللاعبين بزاف وقريب حتى للطاقم التقني، ولكن تنظن ان القريب اللاعبين بزاف حتى من ناحيه الصور ولا الفيديوهات اللي تنشوفو تلقاهم ان تيكون عنده طرائف مع اللاعبين بزاف. والصراحه هي كانت اسباب عائليه، اول حاجه كانت الوفاه الوالد ديالي في 2002، الوفاه الوالده ديالي في 2011، مازال ما كملش 23 سنه، ولكن هادشي ما تيكونش اسباب، السبب الاول اننا ما لقيتش انا بالنسبه لي انا ولا الجيل اللي كان معايا ما لقيناش اللي يعاوننا، ما لقيناش اللي يدفعنا، ما لقيناش اللي يقول لنا هذه خايبه هذه زوينه، داكشي علاش كنت تنتمنى ان كنت حنا في هذا فهاد الاعوام هادي اللي كاين دابا السي فوجي القزع رئيس الجامعه، كون ان شاء الله كون نحترفوا ساهل، ولكن كل وقته هادشي كيف ما تيقول. بالنسبه كاين ضروره كاين الفرق ما بين الفرقه وفرقه، خاصه الفرق ديال الرباط لا الجيش ولا الفتح الرباطي، استقرار مادي استقرار اداري، ما تلقاش مشكل في اي حاجه تطلبها اللاعبين ولا تطلبها المدرب تلقاها واجده. بالنسبه للفرق الاخرين كاين شويه ولكن ضروري كانت شويه المتاعب بالنسبه لهم، ضروري كانوا بزاف. انا ما انتقلتش انا الصراحه في كاع الفرق اللي مشيت لهم ليبر كاع الفرق اللي مشيت لهم بالو، ضروري تسمح الا بغيتي تمشي الا بغيتي تاخذ رقيق ولا بغيتي تريزيلي ضروري تسمح، واخا تكون باقي سنه انا الصراحه كما دفعت كاع الليتيج، فرقه وحده يمكن اللي دفعت لها الليتيج هي مغرب فاسي، ولكن كان مبلغ بسيط شويه، كان واحد 80000 درهم ماشي مبلغ كبير. لا الصراحه هو كنت لعبت مع مغرب فاسي ومغرب فاسي مشيت للمغرب التطواني باش ريزلت مع مغرب التطواني، كنت باغي صراحه كنت باغي نرتاح شويه، خاصه كانت عندي هذيك الساعه كانت عندي واحد 26 سنه كيف ما تيقولوا طلعت لي الكره في الراس، صافي بغيت نرتاح داكشي قلت صافي نريحها دوجي، كان عندي عروض في ذاك نصف الموسم، كان عندي جوج عروض مع جوج فرق مغربيه، ولكن صافي قررت انني نرتاح نجمع شويه ديال كيف ما يقول القوه ديالي، وديك الساعه الحمد لله داكشي اللي تاو كنت خدمت وترينيت
كنت ترينيت مع لي زيسبوار ديال فريق الفتح الرباطي، الحمد لله جا انتقال ديالي فتح الرباطي العام اللي موراه. لا لا والله ما كان لا اسباب لا والو، انا صافي قررت، جا قرار من عندي انا شخصيا، حيت وفاه الوالده كانت في 2011. والصراحه تعذبت بزاف، صافي ما كان لا مدخول لا والو، ما كان عندي لا فلوس لا والو، كان عندي كريدي ديال الدار. صراحه عشان نقول لك تعذبت بزاف، ولكن الحمد لله لقيت في جنبي العائله ديالي اللي وقفت معايا، صراحه نشكرهم من هذا المنبر، لقيت وقفوا معايا والحمد لله تخطيت هذيك نصف موسم 6 شهور تخطيتها بسلام والحمد لله. هذاك تعتبر بالنسبه لي تعتبر درس لاي واحد، ماشي بالنسبه لي انا اي واحد، حيت لا تقطع اي واحد قطعتي ليه المصدر الرزق ديالو غادي يتكرفس غادي يتكرفس. بالنسبه لي انا تنظن ان في 2016 كان عندنا، كانت باش دينا الشامبيونه كانت عندنا فرقه كبيره، كانوا دراري مزيانين، راه تشوفهم دابا كاملين محترفين. الا جبتي مثلا مراد باطنا، سعدان، ايوب سكومه، بن جلون، حواصلي، كانوا دراري مزيانين، كانوا فوزير، صراحه كانوا دراري مزيانين. دراري اي شتي تجيبوا هذا العام، هذا في هذا العام يجيو يلعبوا ويديو الشامبيونه عاوتاني، كانت عندنا فرقه مزيانه. بالنسبه لينا في بالاستمرارية تنظن ان الدراري باش تيكونوا معاك الدراري وتيجيو مع عروض وتيمشيو ضروري باش تخلف هذاك مثلا، باش تخلف، عطيك مثال بسيط، باش تخلف مثلا نايف اكرد ما كاينش، قليل تقد تصدق ما تصدقش، باش تخلف مراد باطنا عاوتاني مشكل، باش تخلف مروان سعدان، باش تخلف شحال من واحد، حيت كانوا دراري كان عندهم مستوى كبير، باش تجيب عاوتاني دري في بلاصتو ونفس المستوى ديالو صعيبه، تنظن انها صعيب. صراحه انا علاقه في اي فريق لعبت مع العلاقه ديال معايا مع الجمهور ديالو علاقه مزيانه الصراحه الله، وعندي انا الدراري صحابي اصلا جمهور الجيش، دراري صحابي جمهور الفتح، عندي الدراري ديال صحابي جمهور الوداد، جمهور الدراري، ولكن ما كاينش مشكل باش نتلاقاو مثلا، ما تنجبدوش مواضيع كاع د الكره، تنهضروا في مواضيع واحده اخرى، مواضيع د الكره انت في لونطريما ولا في الماتشات. بالنسبه لي انا حتى مع تريح مع الدراري صحابي ولا شي حاجه، ما كان الكره والو بعيد قليل من غير الا جات شي فرصه ولا شي حاجه. والصراحه هاد الساعه باقي ما تنفكرش في التدريب، باقي ما درت والو، ولكن تنتمنى ان شاء الله نحاول نفكر فيه من هنا العام الجاي ولا هذا العام ان شاء الله، نحاول ندوز ديبلومات ديال التدريب ان شاء الله. والصراحه ما عارفش، ولكن ما حد الجسم ديالك تيقول لك حبس راه غادي تحبس، ما حدك الحمد لله تتلعب ماتش تتفيق مزيان تتفيق مرتاح راه مازال تكمل، ولكن ما حدك تحاول تكمل الماتشات بالزيت كيف ما تنقولوا، راه ديك الساعه راه تبدا تفكر بانك تريح. تنشكرك انت وتنشكر لوماتان سبور على الاستضافه.